كيفاش؟ كنظن التفكير ديال المجموعه هو ليكيب تجمعات على واحد الفكره اللي هي اللي كتدخل في اي مقابله بديك الروح الانتصاريه. شنو كيوقع على برا حنا خارجين النطاق ديالو. وكنظن كنجيرو مقابله بمقابله كما شتي اليوم ظهر بزاف ديال العياء على اللاعبين سيرتو في التوقيت اللي تلعبت فيه المقابله والحراره اللي كانت. فكنظن بانه التاهل هو الاهم. العامل ديال الطريق شويه كيأثر في اللاعبين. الحمد لله على هذا الانتصار بين هذو الجماهير العريضه اللي كتجي تسالنا. كما قلت لك مقابله كنجيريو نمشيو نرتاحو ناخذو الطريق ديالنا ان شاء الله نفكروا في المقابله اللي جاي للتشامبيونز ليغ. طبيعة الحال الديربي باقي ما وصلش ولكن عنده واحد الطعم خاص ديالو واحد الحلاوه ديالو. فاش غتوصل المقابله غنحضروها بشكل جيد ان شاء الله. هو الجمهور كيطالب.